في الانتهاء منهم. الأمور المتعلقة بالنظام الاي تي داخل البورصة المصرية، احنا عندنا داتا سنتر حاليا محترمة جدا موجودة هنا في مقر البورصة في القرية الذكية. الشيء اللي ما انتهيناش لم ننتهي منه بعد هو وجود مركز تبادلي، انا ما بقولش عليه ديزاستر ريكفري، انا بقول عليه مركز تبادلي، لانه هيبقى بنفس الدرجة وبنفس الامكانيات وبنفس المواصفات اللي موجودة هنا، وده مع اي جي اي دي في اغسطس اللي احنا بنتكلم فيه شغالين على التست انفايرمنت. انا اعتقد ان قبل نهاية هذا العام سيتم الاعلان بشكل نهائي عن بدء تشغيل المركز التبادلي في التجمع الخامس. كان مقدر لهذا المشروع ان ينتهي قبل سنة على الاقل من النهاردة، اعتقد احنا قصرنا في هذا الموضوع، ولكن يعني ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. اعتبر دي واحدة من ضمن التقصير اللي مسؤول عنه إدارة البورصة وليس مجلس الإدارة، لأن مجلس الإدارة إدى موافقة مسبقة منذ 3 سنوات على هذا المشروع، ولكن الأمور في المناقصات والمزايدات بتاخد وقت طويل، وده أعتقد من ضمن الحالات التي لم نتمكن. ولكن أنا طبقا للجدول الزمني إحنا في أغسطس شغالين على تيست انفايرومنت، في شهر في نهاية هذا العام إن شاء الله سيكون هناك مركز تبادلي فانكشنينج اند رانينج على مستوى البورصة المصرية موجود في التجمع الخامس. الحتة الثانية اللي أصرنا فيها الحقيقة هي بورصة العقود الآجلة. أنا دايما ما بقولش بورصة السلع، أنا بقول بورصة العقود الآجلة، لأن العقود الآجلة دي قد نكون بنتكلم فيها على عقود آجلة على المؤشرات، عقود آجلة على الأسهم، أو عقود حاضرة وعقود آجلة على السلع بعد ذلك. أعتقد كان هناك أكثر من محاولة لم تكلل بالنجاح، ولكن في بعض الأحيان يجب أن يكون هناك نوع من الاستقرار، يجب أن يكون هناك حجم تداول معين، يجب أن تكون هناك ما يسمى بالبري ريكوزيت أو حاجات يجب أن تكون موجودة قبل الشروع في مشروع مهم زي بورصة العقود، اللي أنا بعتقد عشان نبدأ نشتغل فيه وناخد فيه قرار هيبقى مجلس الإدارة اللي جاي محظوظ لو قدر ينتهي من هذا المشروع قبل نهاية عمره في 2020. أنا مش متشائم، ولكن أنا أعلم تماماً إن هذه المشروعات بتاخد وقت للدراسة، بتاخد وقت للتنفيذ، بتاخد وقت للاتفاق، ولكن أتمنى مع استقرار الأوضاع أفضل، مع وجود سيولة أفضل في السوق، مع وجود برنامج ضخم للإصلاح المالي والإصلاح الاقتصادي في مصر، أعتقد قد يكون من ضمن هذه الأمور هو وجود بورصة للعقود الآجلة. أنا ما ببعتش الملف في المجلس الإدارة اللي جاي، أنا بقول إن إحنا الظروف لم تساعدنا، ما أعتقدش إن إحنا قصرنا بشكل كبير في هذا الإطار، ولكن الظروف المحيطة بوضع البورصة المصرية والأمور الكثيرة اللي مرينا فيها وأحجام التداول المنخفضة، أعتقد إحنا كبورصة بدأنا نتحرك أو نحس إن الأمور أكثر استقراراً بعد قرارات نوفمبر 2016. أتمنى إن هذه القرارات مع تحسين مناخ الاستثمار، مع برنامج الطروحات الحكومية، ده يعني يخلي البورصة المصرية في وضعية أفضل، تمكن الإدارة الجديدة وتمكن مجلس الإدارة الجديد من وضع استراتيجية محترمة يكون بناء من بينها موضوع بورصة العقود الآجلة. أنا عند هذا الحد بنتهي، ولكن بذكر جزئيتين صغيرتين. الأولى إن من ضمن الأمور الطيبة، وأنا يعني أخبر مجلس الإدارة الجديد في هذا الإطار، أن تكون هناك استراتيجية واضحة للبورصة المصرية خلال 4 سنوات القادمة. لما توليت إدارة البورصة أول حاجة عملتها مع مجلس إدارتي إن إحنا حطينا استراتيجية للبورصة المصرية بإطار زمني بمصفوفة تنفيذ، واتحطت على الويب سايت بتاع البورصة المصرية، وبقينا كل سنة بنناقش في مجلس الإدارة إيه اللي عملناه وإيه اللي ما عملناهوش وإيه اللي اتأخرنا فيه وإيه اللي عملناه قبل ميعاده. فأنا أعتقد دي من ضمن الأمور الطيبة لأي إدارة جديدة أنها تلزم نفسها، وباعتبار أن البورصة المصرية هي يعني مؤسسة عامة بتأدي خدمة عامة، أعتقد قدام الجميع يجب أن تكون لها أمور واضحة ماذا يجب أن يتم خلال 4 سنوات القادمة. والحاجة الثانية أنه يكون هناك كشف حساب في نهاية الفترة. أعتقد من واجب المسؤول عن إدارة البورصة ومن واجب مجلس الإدارة اللي تولى المسؤولية لفترة معينة أن يلزم نفسه بإعداد تقرير للعامة، لأن هذا التقرير سينشر على
الويب سايت بتاع البورصة المصرية وللمسؤولين اللي أعطوهم هذه الثقة في إدارة هذه المؤسسة كرئيس وكنائب وكمجلس إدارة أن يكون هناك كشف حساب بما تم وبما لم يتم.